السلام عليكم. قامت البارحة عصابة مجهولة العدد والهوية بسرقة 130 رأس غنم ملك لموال من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية عيون العصافير بولاية بتنة. وقبل ذلك قام عناصر العصابة بتكبيل الضحية حميدة زين بأسلاك معدنية والاعتداء عليها في الجسد. وقال الضحية في لقاء صحفي مع وسائل إعلام محلية في موقع الحدث أن أحد أفراد العصابة كان يحمل سلاحا ناريا وأن عدد المعتدين يتجاوز 3 أشخاص. بعضهم قاموا بتكبيل وآخرون تكفلوا بوضع رؤوس الأغنام على متن الشاحنة في رابع عملية مشابهة خلال العام الجاري 2021. وفي نفس الليلة قام مجهولون بسرقة 28 قارورة غاز البوطان بقرية الشناتيف ببلدية زولت